السادة الحضور، ونبدأ الآن لحظة التتويج وتسليم كأس النادي الكويتي لسباق الهجن. يتفضل السيد عبد الله مانع المطيري الأمين العام للاتحاد العربي وعضو مجلس الإدارة بتسليم الكأس إلى السيد مشعل محمد العتيبي، ونجدد التهنئة للسيد مشعان محمد العتيبي الفوز بهذه الكأس الغالية. شكرا لكم وإلى اللقاء يوم السبت المقبل والسباق الختامي للنادي الكويتي لسباق الهجن.